قد بلغ من لدن هجرة فانت على فخط عزات يا عاتيا لك اليوم اصطفى ما على فخوي تجده موجه في أقدار يريدنا أن يصدف كما قال لو شئت لتخلص علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك لما تنسى ونبلوك بتعويض ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكان عليك ليعلموا في بر سربا.